كنت مال اهلك يالا؟ هتدفع لي من جيبك ولا ايه؟ يالا انت بتضحك يالا غلط، بتضحك في اوقات مش بتاعتها. وانا كنت قلت نكتة ابو عمك عشان تضحك. عنده عشان نبقى مركزين يا معلم. فلوس يا برنس الليالي. خد يا شلبي. برضه. هات لي ازازه بدل اللي خلصت دي. ازازه واحده اربعه يا برنس. شوف يا شفاعة، أنا مركز أوي. أنا لو شربت المحيط بسكرس، وأنت دريان بالكلام ده كويس. النهارده يا رجالة مزاجي عالي أوي، أنا مش عايز حد يفصلني. براحتك يا أبويا. أيوه براحتي، أمال براحتك أنت؟ وأنا خرفوش. أمورنا يا كبير. ما تقوم تجيب لنا الصحفي اللي أنت مأجره وانتش لنا أبو الكباتن ده صورتين عشان فضيحته تبقى بجلاجل بدل ما هو قاعد يحسس على النسوان ويشرب. ما تقوم يالا. حصل. عم. عم. هات اللي خلفوك. أخلي فضيحتك على التيوب ده. غالي معلم خميس. حاسب يا عم، حاسب يا عم. المعلم خميس افندينا، افندينا يعني المعلمه والبشويه من غير مطاطيه. كابتن مصر الصحبه. اه دماغي. اقعد. ما تخافوش يا رجاله، ده انا قايمه حقيقي بس. حياك الله. ايه في ايه يا بيت؟ افندينا وصل والواد براءة بره بيغلي وشكلها هتبقى ليله. تاني؟ الواد بره سكران تينا وحالته كر. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره وتنه يهري وينكت في نفسه. خميس استحل اللعب وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقه والحمقه واخداه، والخمره هوله والليله طويله. ربنا يستر. انت بتضحك يا خميس، ده الواد خارج الشر بيتنطط من عينيه، شكله مش هيعديه. والله بقى اللي يمشي شمال يستحمل تقليب النور. انت بقيت عامل عقده للواد ده، مره تعوره ومره تحزمه وتنقطه، مش عارفه المره الجايه هتعمل فيه ايه. اصلح غلطتي واتجوزه. هذا الكلام جه على الجرح. لم الدور يا خميس، مش طالبه تسيح. ها يا حبيبي يا حبيبي. يلا حبيبي أقوم أنا عشان لسه عندي نمرة تانية. بالسلامة يا جديد، بالسلامة. يتوب علينا ربنا. بقول لك إيه؟ إيه؟ هتروح معايا مش كده؟ ليه؟ الليلة دي ليلة المتر، ما أقدرش أحرمهم الحق الشرعي. عريس بقى يا ستي. يلا بالإذن. وراك وراك وراك. هزر هزر، هزر، شوف مين هيخرجك من البلاوة بتاعتك. احلى بيره الاحلى افندينا. انا مش فاهم ايه غايتك في دماغ البيره دي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا ابني البيره دي الشعير ومفيد جدا للكلى. اه فاكرين الدكتور اللي قابلناه ده اللي قال سهر معانا وقال لك الضرورات تبيح المحظورات؟ اشربوا بيره، البيره مفيده للكلوة صح. اهو يعني علاج كمان. بس انت عمرك ما شكيت من الكلى وفندينا. الوقايه خير من العلاج ولا ايه؟
ايه؟ ايه؟ الوقاية ايه؟ لا 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 الوقاية ايه؟ خير من العلاج. الروبوت هنا، ما انا كنت بختبرهم. نتال 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 افتح يا ابني ابني ايه اللي جراله يا كبير؟ تقل في الشرب لحد ما سابت مفاصل. يا كبير في ايه؟ المعلم براء مش لازم يروح الكباريه ده تاني. ما تنجز اطرش في بطنك من غير لك، قول خلص. خميس افندينا علم عليه وخلاه له مؤاخذه مسخه وسط الخلق. وتعارك معاه تاني؟ يا ريت يا كبير، ده حزمه ورقصه ونقطه، والمعلم براء زي ما انت شايف مع عم شرب. اه يا واطي يا ابن الكلب. لا حفظته أمرك يا كبير. خلف عار. تقديرك يا خميس. وشرف الغريب ورحمته يقديرك يا خميس. يا أخي تنيل كانت 60 نيلة. ابني إيه؟ ابني إيه؟ تقديرك يا خميس. مضمون ازاي بقى يا دكتور مغاوري؟ اصل امبارح باشا قلبته في كمين كده من واد فرفور، يبقى اكيد اصلي. يا نهارك اسود، انت بتقلب الحرز؟ انت اديتني الامانه يا باشا. وده بتاخده بقى كل يوم؟ ها؟ لا باشا، كل يوم ايه؟ ده وقت اللزوم بس. اه الجماعه يعني. عامل ايه يا باشا؟ الحمل بقى تقيل. يعني ايه؟ يعني باشا الواحد ما بقاش لاقي حتى اللقمه عشان يتقود بيها اليومين دول. هنعمل ايه؟ وده اللي بتتقود بيه بقى بدل اللقمه؟ اتفضل. مش استنى استنى. شكل الحكايه ولعت على الاخر ما بين عيله ابو سنه والنوح. مالك يا باشا؟ في حاجه؟ في حاجات يا علي، حاجات كتير قوي.